ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل شويه كفته وشويه برجر، حاجه كده تحفه، من غير بطاطس، من غير لحوم، من غير فول صويا، من غير عدس. بجد اكله كده خطيره، طعمها وريحتها بجد بجد تجنن. خليكم معايا علشان تشوفوا احنا عملنا الطبق الحلو ده ازاي. خليكم معايا. معايا قرنبيطه اهي، هبتدي ان انا اغسلها واقطعها كويس. قطعت القرنبيطه معايا، وزي ما انتم شايفين انا مش واخده جزء كبير من العرق بتاعها علشان ما يبقاش ناشف معايا ويضايقني بعد كده. انا هاخدها دلوقتي وتعالوا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. معايا انا حله على البوتاجاز فيها ميه، والميه ابتدت تغلي. هبتدي ان انا احط فيها معلقه من الملح، معلقه صغيره، ومعلقه صغيره برده من الكمون. الميه خلاص بتغلي معايا، هبتدي ان انا احط القرنبيط اللي انا قطعته. حطيت كمية القرنبيط اللي معايا، وهسيب القرنبيط يستوي سوا كامل، يعني هسيبه تقريبا ربع ساعة كده يستوي. انا عايزاه يستوي كويس جدا. تعالوا بقى على بال القرنبيط بتاعنا ما يستوي. معايا هنا نص حزمة من الشبت ونص حزمة من الكزبرة، هنقطعهم كويس. وياريت ناخد الورق بس ونبعد عن الاعواد الطويلة، وان خدنا جزء من الاعواد يبقى جزء صغير خالص. هقطعهم كويس، اي تقطيعة تكون صغيرة علشان بعد كده لسه هنفرمهم تاني. القرنبيط استوى معايا كويس جدا، انا سبته ربع ساعه. بصوا السكينه بتخش بكل سهوله ازاي. هبتدي ان انا اطفي النار عليه، وهطلع القرنبيط بتاعي في بوله. طلع بقى كل الكميه كده اللي معانا، وزي ما قلت لكم انا سلقته سلق كامل. هطلعها وتعالوا نشوف هنعمل ايه كمان. القرنبيط اهو معايا بعد ما طلعته وسلقته سلق كامل، وكمان معايا الشبت والكزبره اللي كنا قطعناهم واخدنا الورق بتاعهم بس. هبتدي بقى ان انا اجيب الكبه بتاعتي وابتدي ان انا احط القرنبيط، وابتدي ان انا احط الخضره، احط الكميه كلها وهفرمهم فرم ناعم. زي ما انتم شايفين انا فرمت القرنبيط مع الخضره اهو، وبكمل باقي الكميه هخلصها ونرجع نشوف هنحط عليها ايه. زي ما انتم شايفين فرمنا القرنبيط والخضره فرم ناعم، وتعالوا نشوف بقى ايه الحاجات اللي احنا هنحطها عليه. اول حاجه معايا كيس من الفيجيتار، احط كمان كيس من توابل البرجر او توابل الكفته اللي تفضلوه، ونبتدي ان احنا نحط 3 معالق كبار كده من الدقيق، 3 معالق كبار يكونوا مليانين. تمام كده، لو احتاجنا دقيق تاني هنشوف. وتعالوا نشوف مع بعض ايه هي التوابل اللي احنا هنحطها على القرنبيط بتاعنا. معايا معالق صغيره ملح، كمون، كزبره ناشفه، بودره ثوم، بودره بصل، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. هاخد بقى التوابل دي كلها واحطها على القرنبيط والدقيق و الحاجات اللي احنا حطيناها كلها، هتلاقوها في صندوق الوصفات. ابتدي بقى ان انا اقلب. لو حابين تعملوها فطاري ممكن كمان تزودوا القيمة الغذائية بتاعتها وتضيفوا بيضاية، احنا عاملينها صيامي فمش هنحط بيض. هقلب بقى كويس ونرجع نشوف القوام بتاعها. انا قلبت كل المكونات مع بعض، وهبتدي كمان حسيتها لسه سايبة شوية، هبتدي ان انا احط معلقتين تاني من الدقيق، وممكن نحط كمان معلقتين كبار من البقسماط المطحون، ونجمع المكونات مع بعض تاني. خلطنا كل المكونات معانا اهي، والدقيق والبقسماط بنضيفهم بالتدريج يعني لغايه ما نوصل لقوام كده شبه قوام الطعميه، وطبعا على حسب حجم القرنبيطه والسوائل اللي بتبقى فيها هي والخضره بنحط الدقيق. طيب تعالوا بقى نشكل. معايا هنا طبق فيه زيت، وده ضروري جدا علشان نعرف نشكل الكفته او البرجر اللي معانا. زي ما قلت لكم هي شبه عجينه الطعميه اهي، نقدر بقى نشكلها اقراص، نقدر نعملها صوابع، الشكل اللي انتوا تفضلوا. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره جدا جدا من وهي بتتفرم اهو. معايا هنا طبق في كيس ثلاجه، هبتدي ان انا احط البرجر بتاعي او الشكل اللي انتوا تفضلوا. طب تعالوا نعمل كده شكل الصوابع، شكل الكفته اهي، بكل سهوله بتتشكل معانا. بس لازم يكون معانا طبق فيه زيت علشان يسهل علينا التشكيل. هخلص بقى الكميه بالاشكال اللي انتوا تفضلوها ونرجع نشوف هنسويها ازاي.
خلصت الكمية اللي معايا، والعربية اللي كانت معايا كانت كبيرة، فعملت لي كمية حلوة قوي 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 من البرجر ومن الكفتة. وتعالوا بقى نشوف هنعمل فيهم ايه. تقدروا تدخلوهم التلاجة يمسكوا نفسهم كده 10 دقايق، او في الفريزر كده 10 دقايق، وبعد كده نبتدي نشتغل فيهم. كمان تقدروا تفرزوهم بالشكل ده زي ما احنا صبعناهم كده، او عملناهم اقراص زي البرجر، وحاطين تحتيهم كيس ثلاجه. نقدر نغطيهم كمان بكيس ثلاجه ونحتفظ بيهم في الفريزر لغايه ما نيجي نستخدمهم بعد كده. فممكن تكون حاجه حلوه جدا من ضمن التفريزات ان احنا نخزن القرنبيط بالطريقه دي على طول. كميه حلوه قوي بجد، ريحتها خطيره، هتعجبكم جدا. تنفع في سندوتشات المدرسه، تنفع في الغدا، حلوه قوي قوي قوي. تيت البرجر وكفتة القرنبيط في الفريزر 10 دقايق كده تتماسك. وتعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي. ممكن نحطها في صينية مدهونة بالزيت دهن خفيفة، ونرش عليهم دهن خفيفة برضو من الزيت من فوق، وندخلهم الفرن وياخدوا لون تحت الشواية في الاخر. ممكن كمان نسويهم في الاير فراير، نرش برضو رشة خفيفة من الزيت عليهم ونسويهم في الاير فراير لغاية ما يحمر. ممكن كمان نحمرهم في الزيت زي ما احنا هنعمل دلوقتي. طاسة على البوتاجاز، ويكون الزيت لازم يسخن كويس جدا، ونبتدي ننزل بيه صوابع الكفتة بتاعتنا وكمان الأقراص بتاعت البرجر اللي عملناها. نحط بقى الكمية اللي معانا أو اللي احنا عايزين نقليها، وزي ما قلتلكوا نقدر نفرز الكمية الباقية نطلعها وقت الاستخدام. هحمرهم وهوريكوا لونهم لما يتحمروا. زي ما انتم شايفين اخدت لون اهو، وبتتقلب معايا بكل سهوله، ما فكتش في الزيت ولا حاجه. وهنسيبها بقى لغايه ما تاخد لون من الجنب التاني، ونبتدي ان احنا نطلعها. خلاص استوت معايا اهو، وهبتدي ان انا اطلعها اصفيها من الزيت واطلعها على مناديل المطبخ. هطلع باقي الكميه واوريها لكم. وادي كفته وبرجر القرنبيط اهو، زي ما انتم شايفين حاجه كده خطيره، ما فكتش معانا في الزيت ولا حاجه. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه كمان. بعد ما سيبنا الكفته بتاعتنا 10 دقايق كده في الفريزر، والناس اللي خايفه ان هي تحمرها في الزيت وتفك معاها، هنا معايا نص كوبايه من الدقيق. هبتدي ان انا احط عليهم شويه ميه وابتدي ان انا اخلطهم كويس جدا. انا عايزه يعني يكون خليط مش تقيل، انا عايزاه يكون سايل يدوب بس ايه يغلف لي الكفته او البرجر اللي معايا. اضيف الميه كده بالتدريج واقلب لغايه ما نوصل للقوام اللي هوريه لكم. هو ده القوام اللي احنا عايزينه، خليط مش تقيل وفي نفس الوقت مش خفيف. دوبنا الدقيق فيه كويس جدا، انا ما حطيتش اي حاجه في الدقيق. الكفته معانا فيها التوابل بتاعتها كفايه جدا، فيا دوب ده دقيق وميه. حطينا ميه بالتدريج لغايه ما وصلنا للقوام ده زي ما قلت لكم. هبتدي بقى ان انا اخد صوابع الكفته واغلفها بالخليط اللي احنا عملناه دون، واجيب شوكه. غلفت الكفته معايا بالخليط اللي احنا عملناه، وجبت شوكه كده، وهبتدي ان انا اصفي الخليط الزياده اللي على الكفته. ومعايا طاسه على البوتاجاز فيها زيت، والزيت يكون سخن، وابتدي انزل بالكفته بتاعتي. زي ما انتم شايفين اهو بصفي الزياده وبنزلها على زيت يكون سخن. بكمل باقي الكميه بتاعتي، ولما تتحمر تبتدي نقلبها على الاثنين. مش بنقلب فيها كتير وهي بتحمر، يا دوب بس اول ما نحس ان هي ابتدت تاخد لون نبتدي ان احنا نقلب تاخد لون من الجنب التاني على طول. زي ما انتم شايفين ما فكتش ولا حاجه، حلوه جدا بجد، هتعجبكم وهتعجب الجولاد. اتمنى تجربوها. عملنا قبل كده القرنبيط بكذا طريقه، فاتمنى تكونوا شفتوهم ويكونوا نالوا رضاكم. خليهم بقى يتحمروا على جنب تاني ونبتدي نقدمها. الكفته معانا خلاص اتحمرت اهي من كل الجهات، وزي ما انتم شايفين ما فكتش ولا حاجه. هبتدي ان انا اطلعها واصفيها على مناديل المطبخ، وتعالوا بقى نقدمها مع بعض. وادي كفته القرنبيط بتاعتنا اهي، بعد ما سويناها حمرناها، بس واحده حمرناها عادي جدا، وواحده تاني غلفناها بخلطه الدقيق والميه. تقدروا تسويها بالطريقه اللي تعجبكم، زي ما قلت لكم تقدروا تدخلوها في الفرن في صاج مدهون زيت، وبرده تدهنوا الكفته بتاعتنا دهنه خفيفه من الزيت. تقدروا تسووهم في الاير فراير، الطريقه اللي تفضلوها واللي تعجبكم وتعجب الولاد. تقدروا تسووا بيها الكفته تغيير، تنفع في العزومات، تنفع في السندوتشات، تنفع غدا، حلوه قوي بجد، لازم تجربوها. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وسريع وتنفذوه، يعجبكم ويعجب الولاد. ما تنسونيش بقى في يعني في اللايك والشير والسبسكرايب، ويعني اتمنى ان انتوا بدعمكم القناة تكبر على ايديكم.
استنوني فيديو جديد. باي باي.